بيكم في قناة ام يومي. لو دي اول مرة تشوفوني فانا بعمل وصفات حلو وحادق وكمان وصفات صحية. عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة ياريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهارده هنعمل الارانب على الطريقة الايطالي. وصفة لذيذة وخفيفة تعتبر صحية كنوع من انواع التغيير عن ان احنا ناكل الارانب بالملوخية او كده. وهنشوف مع بعض هنعملها ازاي. في صينية هحط شوية زيت زيتون بوفرة كده شوية، وهقطع راس توم بالنص. انا شلت الطبقة الخارجية من القشر وسبت الباقي. اللي مش حابب الفكرة دي ممكن ان هو يقشر التوم ويقطع الفصوص كلها انصص ويحاول ان هو يوقفها في الطاسة. هرص بقى قطع الارانب في الزيت. وهنا الكبدة كمان هحطها معاهم. هتبله بملح. وفلفل اسود. هسيبه يتحمر في الزيت لغاية ما يبقى لونه ذهبي. هبتدي ان انا اقلبه على الناحية التانية. هو كده لونه بقى مناسب. هبتدي ان انا اقلبهم واحدة واحدة على الناحية التانية علشان هي كمان تتحمر وتاخد نفس اللون. والكبدة كمان. الكبدة كده كفاية عليها علشان ما تنشفش. هحطها فوق جزء تاني من الأرنب علشان أبعدها عن الزيت والحرارة. احط شوربة خضار، او ممكن ان احنا اللي ما عندوش شوربة خضار يحط مية مغلية بحيث ان هي تغطي قطع الارانب. واحط مكعبات طماطم تكون متقطعة كبير شوية.
وبقدونس مفروم هسيبهم يغلوا مع بعض كده لغاية ما لحمة الأرنب نفسها تستوي والشوربة دي تتبخر والصوص بتاعي يبقى يعني مكثف كده وتقيل، مش عايزة ان هي تبقى مليانة مية كتير او كده، لأ احنا عايزين ان هي تتبخر زي ما احنا شايفين قدامنا كده. ده هنا بعد ما الشوربة اتبخرت والأرانب استوت وبقت كده جاهزة عندي. هقدمها مع مكعبات بطاطس مشوية في الفرن، شايفين جمالها ازاي، شايفين لون الأرنب عامل ازاي، مش محتاج ان انا اتكلم عنها ولا عن جمال الوصفة دي، ولازم ان انتوا تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو دايركت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس، اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة.